مرت الدورة العادية لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب المنعقدة بمنطقة القرقرات في ظروف جيدة. ضرب من خلالها المنظمون عصفورين بحجر واحد. المصادقة على مشاريع تنموية ضخمة ستعود بالنفع على الجهة، وتوجيه رسائل سياسية لأعداء الوحدة الترابية على أن المعبر سيبقى آمنا وبوابة رئيسية للمغرب نحو عمقه الإفريقي. صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأنتم تعلمون بأن مركز القرقرات له رمزية خاصة عند الشعب المغربي كله، اعتبارا بأنه كانت هناك فيه يعني ملحمة بطولية بقيادة جلالة الملك، واللي تم فتح هذا المعبر بسلمية وباحترافية عالية جدا. لكل هذه الاعتبارات تم يعني قمنا بتنظيم هذا الدورة العادية للمجلس الجهوي. هذا رسالة لمن يهمه الأمر بأن المغرب ماضي في التنمية، في تنمية أقاليمه الجنوبية، وبأن التنمية هي خير وسيلة وخير تعبير لمن يعني يريد الخير لشعبه، وجلالة الملك يريد الخير لشعبه. الرسالة خاصت عضو واضحة. نحن كمنتخبين من هذه المنطقة ونفتخر أننا متواجدين في هذه المنطقة، منتخبين بطريقة شرعية، كان مثلوا الساكنة وكان دافعوا عن مصالح الساكنة والمصلحة العليا للوطن. ومن الأمور اللي خاصنا حقا نتفقوا عليها عنه إنسان إما يمشي مع التنمية ويمشي مع الازدهار، يمشي مع 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 مع, مع, مع الاقتصاد، ويمشي مع 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 التكامل، وإما يمشي للشرذمة ويمشي للانفصال ويمشي للحروب اللي لا تغني ولا عندها أي مصلحة. وهذه دعوة حقيقة للعاقلين أو المتعقلين في الجانب الآخر عنهم يفهموا عنه الوقت عاد وقت ديال التكامل، الوقت ديال التضامن، وينموا المنطقة ويرجعوا لأرضهم وتعود مملكة متحدة مزدهرة لا اقتصاديا لا تجاريا لا تنمويا لا أمنيا. الدورة التي انعقدت لأول مرة بالقرقرات كانت فرصة أيضا للتعبير عن تشبث الصحراويين بوطنهم المغرب، ودعوة اللاجئين بمخيمات تندوف إلى العودة إلى المملكة حيث التنمية والأمن والأمان. صراحة هو اليوم يوم تاريخي بكل المقاييس، لو هو انعقد الدورة العادية لشهر مارس لجهة الداخلة وادي الذهب، هي رسالة واضحة للخصوم وذلك لما تحمله ما يحمله معبر القرقرات من رمزية لجميع المغاربة وساكنة الداخلة بصفة خاصة. يعني هي رسالة واضحة بتشبثنا برموز دولتنا ومملكتنا، يعني ولا نقاش ولا جدل يعني في هذا النوع من الصراعات اللي ما منها فائدة. هو انعقاد دورة بحد ذاته عنده أبعاد سياسية واستراتيجية واجتماعية واقتصادية. اليوم كيف ما تعرفوا اليوم انتقلنا لمعبر القرقرات اللي عنده لموقع حدودي العمق الإفريقي للمغرب، هو حدود مع جارة موريتانيا ومن خلاله لإفريقيا جنوب الصحراء. اليوم الحمد لله نحن في نعقد دورة عادية في ظروف جد حسنة ودازت في ظروف حسنة. أول الرسائل الموجهة هي رسالة سياسية، هي رسالة فيما يخص ما نقدمه نحن الصحراويين ذوي التوجه الوحدوي ضد الطرف الآخر. نحن من هذا الموقع ننشد السلام، ننشد التنمية، ننشد تنمية الجهة في الوقت الذي نرى الطرف الآخر ينشد الحرب والدمار. إذن خيارنا هو الخيار الصح، نحن من اختار الوحدة والاندماج، ونقدم لساكنة ونحن الممثلون الشرعيون لهذه الساكنة بحكم كوننا منتخبون شرعيون جئنا عن طريق صناديق اقتراع في إطار انتخابات معترف بها على الصعيد الدولي بشهادة كل المراقبين. فبالتالي نحن هم الأولى بتمثيل الساكنة،
ونحن من نحرص على تنمية هذه الجهة. هي إذن رسائل واضحة وجهها المؤتمرون بالمعبر إلى من يعنيهم الأمر، وحدث تاريخي جعل ساكنة المنطقة تعرب عن اعتزازها بانتمائها لهذا الوطن ولمغربية الصحراء.